بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة. النهاردة معانا جماعة حبل خرفان الجاني، اللي طالب الخرفان الجاني يعني حاجة بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين كده، صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك يا حجو؟ الله يبارك فيك. سلام طيب يا خال. وانت طيب يا حجو. اسم الكريم للمشاهد بس. بحر عبد العظيم. ازيك عمو بحر؟ الله يخليك. الله يخليك، منور يا حجو. الله نورك والله. بسم الله ما شاء الله. ايه معانا في العرض هنا عمو بحر؟ معانا هنا 14 خروف. 14 خروف. خمس حلات. بسم الله ما شاء الله. 14 خروف وخمس حملانة، يعني خمس نتي و14 خروف يا جماعة، يعني العدد كله على بعض 19. زي ما انتم شايفين. هذا يا جماعة اللي عايز الخرفان الجاني، اللي عايز حبله مع بعضه. أسعار يعني إيه، لسه هنشوف الأسعار ونشوف الدنيا. بس أنا طبعا يعني إيه، بما يرضي الله أنا سألته على الأسعار، فلما لقيت الدنيا كويسة كده ومرتاحة شوية فقلنا إيه، لا نخش ونشوف الدنيا ونصور معه. بصوا يا جماعة الخرفان، بصوا الخروف، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. يعني شوية خرفان بما يرضي الله. بص طرف الخروف، هذه طرف الخروف زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. 14 خروف يا جماعة وخمس حملان، يعني خمس نتي. ناس تقول عليها حملة، ناس تقول عليها رميسة، زي ما انتم شايفين 14 خروف وخمس حملان، يعني العدد كله على بعض 19. لو عجبك الفيديو دوس لايك للفيديو، اشترك في القناة، وصلي على النبي في التعليقات، وريد ترديني من مشاهد. كل سنة وانتم طيبين. ده موسم الجاني يا جماعة، وادي الجاني احنا بنجيب لكم الخرفان الجاني، الخرفان النظيفة. عمو بحر، دلوقتي المشاهد عايز يعرف الحبل كله مع بعضه ولا الرمسان لوحديها والخرفان لوحديها؟ الخرفان لوحديها. تمام، احنا دلوقتي عندنا خمس رمسان. ايوه تمام يا حاج. بسم الله ما شاء الله. كم سعر الخمس رمسان في الخمسه يعني الوحده؟ هنقولوا حبل مع بعض. الخمسه الواحده على 1100. على 1100. ايوه تمام يا عم بحر، بسم الله ما شاء الله. عليه الصلاه والسلام يا رب. والخرفان؟ الخرفان دي يا شيخ العرب على 14 وربع. يعني 14 خروف، يعني 1425 الواحد في ال 14. ايوه بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. تمام يا حاج. طب نسيب رقم تليفونك عمو بحر؟ ماشي. 011 ايوه 5 3 3 3 6 6 6 6 4 6 0 4 6 0. العنوان فين يا عمو بحر؟ هنقوله اسوان. انا من مركز كابومبو. اسوان كابومبو، يعني اسوان مركز كابومبو. مركز كابومبو فين؟ في كابومبو عزبة العرب. عزبة العرب احسن ناس يا حاج. الله يخليك، الله يوسع عليك. تبع العباسيه، ان في كذا عرب. تبع العباسيه. تبع العباسيه. تمام، هو التواصل يبقى على التليفون عامه يا عمو بحر. بس تمام. لو في تواصل ان شاء الله وربنا يجعل فيهم النصيب. بقول لك يا كبير، ما توريني كده الخمس نتي اللي هنا، مين اللي معاك عمو بحر؟ الخمس نتي. ورينا كده، خلينا نشوف الخمس نتي اللي هنا. دي انتايل. دي انتايل اول. اهي. دي يا جماعه انتايل. ودي انتايل. ودي انتايل برضه. ودي انتايل. ودي دي نتايل يا جماعه، اهي دي. دي انتايل. كده ثلاث. دي انتايل؟ هذه أربعة. نور يا مدير. ازيك يا عمدة، أخبارك؟ الله يخليك. حبيبي يا باشا، أهو منور معانا والله أهو. دي الخمسة متهيألي صح؟ أيوه. أيوه دي الخمسة يا جماعة. الكبير ده تباع، معروض للبيع؟ معروض للبيع الكبير؟ لا 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 مش تبعي. لا. مش تبعنا، ماشي. وهذا يا جماعة الخرفان. بصوا يا جماعة، يعني إيه الرمسان معظمها إيه، هتلاقيها قرعة أهي. أيوه أهي هتلاقيها قرعة. كلهم قرع، كلهم قرع. دي النت دي النت. تمام يا جماعه، بيع وشراء يعني. هذا يا جماعه حبل خرفان من جاني، من اللي يحبه قلبك يعني بما يرضي الله. حاجه اللي هي الكليبي
الطرف العريض. بسم الله ما شاء الله. خمس نتي برا. ها؟ الخمس نتي، خمس نتي. توكل على الله. خمس نتي. الخرفانة يا جماعة. ازيك يا عمي؟ أخبارك تمام الله يخليك. عامل إيه؟ هلا الله ينور. هلا تمام الله يوسع عليك. هذا يا جماعة ال 14 خروف دول سعر الواحد 1425 والنكاية ب 1100 خمس نتي و14 خروف. وهذه في بيع وشراء قدامكم زي ما انتم شايفين، هنوريكم البيع والشراء برضه. برا وين؟ خمسة جابهم دولك على البحث. في عدد زاد ولا حاجة؟ 14 لا في خمسة جابوهم درج زاد يعني. يعني كده بيبقوا كام خروف؟ الخمسة وال 14 19 خروف؟ 5 خروف و11 رميسة. ايوه تمام. نفس السعر عم بحر؟ نفس السعر. ماشي يا حاج. كده يا جماعة الحبل بتاعنا بقي 19 خروف وخمس رمسان. ال 14 ال 19 خروف على 1425. طبعا يا جماعة الأسعار دي اللي رايح مشتري بيها، فالناس دي كده ايه هتعوز عرق والعرق يعني ان شاء الله بينك ما بينه في التليفون. يعني الراجل مشتري الخروف ب 1425 والرميسه مشتريها ب 1100. طبعا انتوا هتتراضوا مع بعضيكم في التليفون على سعر الحاجة يعني. ازيك يا حاج عبد الصبور؟ منور والله. هذا يا جماعة الخرفان. الناحية دي برضو. ما شاء الله. طلع لنا خروف من دولة تبع الراية تبع البحر. طب ما طلع خروف كده نفرجوه للمشاهد بس. شد لنا خروف كده. هذا يا جماعة نعرض لكم خروف من الخرفان. يعني ده اعتبر ايه خروف وسط من الخرفان اللي موجود يعني. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. تمام يا حجي دخل ده كده دخل وطلع لنا طلع لنا حاجه كده حلوه تكون عاليه خلي المشاهد يشوفها. ما تخافش عليها ماسك العصا. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. هذا يا جماعه برضه ايه عينه ثاني من الخرفان اللي عندنا هنا. بسم الله ما شاء الله الله ينور عمده والله. بسم الله ما هذا الخروف ده يا جماعه ده واقع ب 1425. تفضل يا كبير. ازيهم اصلا. بسم الله ما شاء الله. لو عجبك الفيديو قناة المزرعة. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة. دوس لايك للفيديو وصلى على النبي في التعليقات. واستنونا فيديوهات تانية من داخل سوق الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.